ولا فما معنا كرتوش خيط ولا فما حجز مراكب وفكان منتوج وضرب الناس وفما حاجات أخلاقية تمارس على بحارتنا. تو ماش عندنا كرم، تو تخدم على خلق بل يحبسك مرة وتتوسط الدولة وفي سما تروح وتو لين ندفعوا الفدية. يودي أزمة شبيك يا صاحبي، أزمة كارثة شبيك، دام اقتصاد بالنسبة للبحارة تحط. وكأنه ثم توجه للتضييق على صغار البحارة والتضييق على نشاط الصيد البحري ولإفراغ منطقة الجنوب الشرقي من أي نشاط اقتصادي. ستة سبتمبر 2021 بحارة جرجيس سكروا البرت بعد اعتصام بقى شهر. لهنا تطرح سؤال، شنو يخلي البحارة يحتاجوا المدة هذه الكل؟ كيف وصلنا عرفنا انه المشكلة مش كان في جرجيس، اما في الجنوب الشرقي الكل. بحارة مخطوفين، كرتوشي خيط، حرقة، سكادرات، كركارة، حدود بحرية مسيبة. سمس الدين ثم موضوع كواليته وبرشة بحارة اللي هو حدودنا البحرية والمياه الإقليمية واتفاقيات هذه، شنو هي بالضبط هي فحواها؟ لا الحكاية هو فما قانون دولي معناه أنت في البحر الأبيض المتوسط ينص على أن كل دولة معناه عندها الحق في 12% مياه إقليمية و 12% مياه اقتصادية، بعد يعني 24% ما بعدها هو تولي مياه دولية معناها يسمح لسفن الصيد وكل باش يتواجدوا فيها. هنا فما مشكل في البحر الأبيض المتوسط، كل الدول تحترم معناها إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، تونس، الجزائر، كل معناها تحترم معناها القوانين الدولية هذه. سوف ليبيا معناها يحبوا على 74 ميل ولا عطينهم 74 ميل. الحكاية هذه تقلق ياسر، تقلق البحارة على خاطر طول البحر كي ناخذوه 74 ميل من ليبيا نلقوا روحنا على قرقنا وعلى المهدية هيك وقرب نوصل لمبادوزا، معناها البحر تربط ياسر بالقانون هذا. فهم والله أعلم صارت اتفاقية بين تونس وليبيا سكادرات خويا، معناها في كل وقت يتركوا عليك ما معناها ريتها بتحمي الحراقة ويخدموا على روحهم، لكن توا الاتفاقية متاع تونس احتمال ما تسحبش روحها، عندها بحر، عندها بحارة وقاعدة ناس متضررة وتضررت برشا ناس، عندنا فلايك معناها في البرت هزوهم وصار فيهم سكين ربي يعوض لها. تو ماش عندنا كرم، تو تخدم على خلق بل يحبسك مرة وتتوسط الدولة وفي سما تروح وتو لين ندفع فدية. 2016 دفعنا 180 ألف دينار ولا 160 ألف دينار فدية لمراكب الصيد البحري في زرزيس، لا دفع الدولة لا دفعها حد، بارك الله في بحر زرزيس. ونعاود نقولها بحر زرزيس يعني ما زالت اللحمة موجودة، ودرنير مونز اذا نعاودوا نفس الاشكاليه الاسعد في نهرين 14 مليون 15 مليون في نهرين تلمدوا ودفعوا والثالث يوم روح، لكن في مواقف في بلاد اخرى مساكن الناس راهو ضربت من العيد الكبير العيد كبير ما بعد العيد كبير باش يروحوا الناس من ولايه المهدي. هو بالنسبه لخفر السواحل للمجموعات اللي تتبع الدوله الليبيه وهو امر اكيد مش سر، يعني في عديد المرات تم القاء القبض على بحاره توانسه، ولكن كان السبب الرئيسي اللي اعلنت عليه السلطات الليبيه هم دخولهم في الصيد في المياه الاقليميه الليبيه، وهذا امر طبيعي دائما يحصل بين الدول، واعتقد ان في الغالب تنحل يعني هذه المشاكل ويتم عودتهم الى تونس يعني، وحدثت عده مرات يعني، ولكن الخوف الاشكال من مجموعات لا تكون تتبع الحكومه الليبيه، ومع الاسف هي موجوده في كثير من الاحيان لان البحر مسافته كبيره جدا في ليبيا، وفي الغالب بعد المشاكل اللي حصلت في ليبيا والحكومات المتعاقبه والفترات الفراغ اللي مرت بها الدوله الليبيه، فاكيد في وقت من الاوقات يكون ما فيش سيطره للسلطات الليبيه وتكون هناك جهات ثانيه هي اللي تقوم بهذه بالعمليات، سواء كان هي تقوم بتهريب المهاجرين، فمن الطبيعي ان هي لا تقبل بوجود بحاره غير الليبيين او حتى الليبيين في بعض الاحيان، اكيد بتعكر عليهم مزاجهم في قضيه التهريب وتفسد عليهم شغلهم يعني، فامر متوقع يعني ليس مستغرب يعني. رغم انه الاحداث هذه تكررت اكثر من مره لكن ما سمعنا حتى موقف من حتى طرف رسمي، ليبقى السؤال شكون يحمي الناس هذوما؟ اثنين
وتوا الجيش التونسي نحس وكان محبط، ما نقولش في حاجات اخرى، محبط لا في الصيد العشوائي قاعد قايم بواجبه، ولا في الحدود، مش حدود حمايه، حدود حمايتنا احنا كصيادين، رغم انه مويل من الاتحاد الاوروبي راس السنه وعمل اتفاقيه نورمالمون يخلص ويامني، يخلص قاعد يخلص من الاتحاد الاوروبي يزم يامني. مش تدلكش حراسه ديما ساعات، احنا توا من عام الثوره واكا وداعش، ومن عام 2010 احنا نتفارعوا احنا والبحر ديما، واي معلومه نقولوا لهم، واكثر الحاجه ديما موجودين اكثر من حاكمهم. لكن اخويا توا صحيح كاس فاضت، اخويا اللي بيهج يهج، اللي بيبيع بيبيع ويدبر راسه. تحسوا للدولة ما حمتكمش؟ دولة والله لا حسبتنا ولا تدري علينا حتى موجودين احنا، خلاص والله لا تعرفنا حتى عندها بحارة في بال، استغفر الله يا ربنا. اليوم فما حدود وفما سيادة وفما علم هزات الفلايك تشوفها، هذا علم احنا سفراء نتاع الدولة نتاعنا في البحر الابيض المتوسط، دونك السفارة اليوم يلزمها تتحمى ويلزمها تكون مربوطة بقانون ومربوطة بسيادة. كيف كيف في موضوع البحر يلزم نطوروا العمل نتاعنا، ويلزم وجود اينيتي ولا زوز على الحدود، معناها لحراسة الناس هذه اللي تتطفل معناها على المراكب نتاعنا، وفي نفس الوقت تأمين الأمن الغذائي للتوانسة في حاجة ليه اليوم، وكيف كيف هو جزء لا يتجزأ كما قلنا جانب أمني كبير ياسر. اليوم العلاقة مع ليبيا نعرفوا احنا مواطنين ماهوش ولا بد، وكانت الحدود البرية مسكرة. ونرجع للموضوع، علاش الموضوع نتاع البر حلوه؟ على خاطر مربوط باتفاقيات نتاع التجارة والصناعة، لكن موضوع البحر لا حياة لمن تنادي، خاطر في مجتمع مفقر. اليوم علاش الغني نلهو به ونفتحوا له نشوفوا له افاق ونعطوا له اجتماعات وقمم واحد، وعلاش القطاع المزمر ما نلهوش به؟ ثم معناتها فكره تقول انه انتم بحاره خاصه بحاره جرجيس وبن قردان تدفعوا في ثمن انكم عملتوا مجهود باش تنقذوا ارواح الناس في البحر، ارواح المهاجرين. كنا خلقين شويه ستريس على المافيا نتاع البشر، هو يهجر من ليبيا وانا نرجع لليبيا، هو يهجر وانا نلقى الناس باش تموت نجيبهم. الدوله التونسيه عندها اتفاقيات مع ليبيا انها تحذف من الحدود غادي، وتكثر مشاكل المهربين وتكثر المشاكل، معناها شانهم هذا شانهم، احنا ما يعنيناش. لكن ما يعنينا هو تطور المطاردات، هو شنو يعمل لك؟ هو يعمل لك الهجره ويفسح المجال قدام الهجره ويمشط المنطقه، باش الهجره هيك اذا كانت تعدت ما تعدتش تموت في البحر ما ينقذها حتى حد. وشوف اليوم الناس خايفه من الانقاذ، خايفه من الانقاذ على خطر المطاردات، خايفه من الانقاذ على خطر العمل نتاع الاجرام في البحر الابيض المتوسط من طرف مهربي البشر كثر كثر. انا كي تشوف اليوم مركب نتاع هجره تشوف طياره تصورك، وبعد الطياره تجي خفر السواحل نتاعها تشوفك، يا اما تهزك يا اما تفك لك منتوجك يا اما تضربك يا اما تعمل لك تدخلك غادي يا اما تغرمك بفلوس. فهمت الموضوع هذا؟ بدي يضغط على البحاره نتاعنا، مما اخلق لهم خوف ما عادش ينجم ينقذ. يقول لك اني اليوم اشتراك على فلوس، حياته في خطر، حياته في خطر. يقول لك اني اليوم امام خيارين، يا ننقذ الناس يا نتخذ اني، معناها يا ناكل العصاني. دونك وجودك معناها بحث المركب نتاع الهجره، تجي الطيارات تصورك وتبعث السكادرات نتاعهم التصويره ويجوك ويردوك انت مهرب، ويردوك انت كما صار معايا يعني في الجانب الايطالي. احنا يعني مشينا لقينا كانوطه فيها 16 بيرسون ولا 13 بيرسون، معناها كلهم مينات والكانوطه منقوبه، وقترناهم صورتنا ولينا متهمين. كيف كيف تو مع الجانب الليبي الناس خايفه من التجربه هيك. 31 اوت 2018 سكادرات ايطاليه توقف القبطان شمس الدين بوراسين في البحر، وبعدها يزول ايطاليا وين بقى ثلاثه جماعات في الحبس قبل ما تصير حمله مسانده دوليه لاطلاق سراحه. السلطات الايطاليه حبت توجه له تهمه تسهيل الهجره غير الشرعيه، وقت اللي هو كان ينقذ في ناس باش تغرق في البحر. هذا يؤكد أن إيطاليا ماهيش راضية على اللي يعملوا فيه البحارة من عمليات إنقاذ، وما تفلت حتى فرصة باش تضيق عليهم وتعاقبهم. كأنه ثم هناك قلق أو تململ من قيام البحارة بهذا المجهود الإنساني، والصورة اللي قدموها البحارة خاصة أنها ترافقت وقتها مع تضييقات قامت بها السلطات الإيطالية ضد كل المنظمات الإنسانية اللي تساهم بالإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. هذا العقاب كان أيضا من طرف الدولة التونسية من خلال التخلي عنها. الدولة التونسية اليوم تسخر وحداتها البحرية
لاعتراض المهاجرين غير النظاميين حتى لينطلقوا من السواحل الليبية، ولا تسخر هذه الوحدات لحماية مراكب الصيد البحري من هجمات الميليشيات الليبية، لا تسخر هذه الوحدات لحماية الصيد الساحلي من عمليات الصيد العشوائي والصيد بالكيس والكركارة، لا تسخر هذه الوحدات أيضا لمقاربة مقاومة التلوث البيئي اللي تقوم به عديد البواخر والأنشطة الصناعية الموجودة على الخليج متاع جابس ككل، وبالتالي وكأنه عقاب مضاعف أيضا من خلال التخلي عن دعم هؤلاء البحارة في الأزمات اللي مرت بها تونس ككل. بالنسبة للجانب الإيطالي عندما يتعامل مع الحكوميين يتعامل بسياسة اتفاقيات، سواء كان بضغط أو بمغريات يقدمها للجانب الآخر، سواء كان الحكومي التونسي أو الحكومي الليبي، فهذا أمر. أما بالنسبة للأشخاص غير الحكوميين فأعتقد أن أكيد لا أعتقد أنهم راح يتعاملوا مع بطريقة قانونية، فكل ما يضايقه وكل ما أي شيء يبعد عن هذا الأمر فأعتقد أن لا يتورع الجانب الإيطالي في فعل ذلك يعني. وبالنسبة نقضان أخي الأرواح بحاء المهاجرين أنه هكا روحك نجيت حراقة بنهزهم ومنتصرف كيفاش نجيبهم ومن ناعم الحل. يضربوني الليبيين يضربوني التوانسة يفكولي فلوكتي للطلاين، هذا باب راه مسكر بالنسبة لنا، هذا خط لا رجوع فيه. أن الناس والنفس البشرية والأنقاذ هذا موضوع ما فيه جدل بالنسبة لنا وما فيهش نقاش. المشاكل اللي وقفنا عليها تظهرنا ما عندها حتى علاقة ببعضها، أما كتجي تشوف تلقى ثم رابط قوي وكبير ما بيناتهم. والهجرة سببها عدم المردودية، مراكب تو مراكب صيد سمك أزرق تتكلف في زوز مليون دينار، زوز مليون دينار شو يعمل بيهم تو؟ شو يعمل بها مركب في 24 ميل؟ إيش بتخلص؟ واحدة بزوز مليون دينار إيش بتخلص؟ مش يصير ربي في الهران تغدوا مركب زي هذه تتكلف 250 مليون، 250 مليون دينار يبيعها ويرميها في كونت ويمشي يجبد 4% ويخدم يخدم يجيب جريفي ويجيب واحد ويقول لي لبس عليه. ودي أزمة شبيكة صاحبي، أزمة كارثة شبيكة، دام اقتصاد بالنسبة للبحارة تحطم والله يتحطمت، والله اللي يباع والله زوج فلايك بعناه، لا عاد خويا لا بحرية لا عاد سي، معناها هو ظروف الكورونا وعمولات شرينا العمارة الأولى جت كورونا كبوت طيشناها والله لا خلص شيء، جت عمارة أخرى هنا كبوت باقي والحمد لله، والله ريتها ال 15 وال 20 مليون معناها كريديات نطيها هنا في الفيشات وخويا نبيعها ولا نزيد نتواصل لقدام. معناها اليوم البحار ولا غدوة ما عادش يدري على مصيره وين ماشي. ثم أسباب اقتصادية متعلقة برؤية الدولة أيضا للقطاع الفلاحي ككل. بحارة جرجيس اليوم هما ضحايا هذا التوجه، توجه سياسي غير واضح في مسألة الهجرة وفي مسألة العلاقة مع ليبيا، وضحايا توجه اقتصادي في علاقة بالتخلي عن قطاع الصيد البحري ككل اللي يعاني من أزمات عديدة، أزمات نتيجة التلوث، انعكاسات تلوث خليج جابس على الوضع البحارة ملحوظ، أيضا مسألة الصيد العشوائي اللي ما تبذلش الدولة أي مقاومة لهذا الظاهرة، وإضافة إلى مسألة الحدود البحرية ومناطق الصيد والاتفاقيات الدولية حول هذه الإشكالية. وراء الناس توا كلها تخمم بتبيع وكلها تخمم بتمشي للكيس وكلها تخمم بتحرك، بنرجع الموضوع 2011 بيع وكاو وما عندناش خيارات كبيرة ياسر، يا قلتلنا الكرتوش انت مزبل في ليبيا يا نظهر من الموضوع هذا نمشي نعبها، يعني أنا أعطيك نعبي فيها 1000 بشر على 4 ملايين تنصور 4 مليارات وبرا شدني في الحبس حتى 5 سنين ما عندك ما تعمل، فهمت؟ باريكزامبل الناس كلها تخمم هيك، الناس تقول لك يا نمشي للكيس يا نعبها بالحرقة ونخرج.